مساء الخير جميعا. بدي اتوجه بالشكر لكل اللي لبوا دعوتنا اليوم لنحتفل سوا باعلان هالعلاقه الشراكه الاستراتيجيه ما بين بنك عوده ومؤسسه ABC. الحقيقه هالمناسبه الليله كثير مهمه بالنسبه لنا، لانه اول شيء في شراكه كثير مهمه بين ABC وبين بنك عوده، مؤسستين موجودين بلبنان من ضمن اسم الله هالمؤسسات الكبيره الموجوده بلبنان، واللي هي إن شاء الله يا رب بيصير في شراكة أكتر بين أغلبية المؤسسات الكبيرة، لأنه برأيي هيك بيكبر لبنان وهيك منزيد الاقتصاد وبالنهاية منلاقي فرص عمل لكل الصبايا والشباب اللبنانيين. نفتخر أنه مجموعة ABC وبنك عودي تعاونوا على إطلاق بطاقة ائتمان مشتركة بتكنولوجيا جديدة، باعتبار أنهم اثنيناتهم رواد بمجالهم وبيتميزوا بحضور على الساحة المحلية من أكثر من 75 سنة. واليوم حنحول هالحاجات لحقيقة مع إطلاق هالبطاقة. هي بالإضافة لتسهيل عملية الشراء بالتيك توك مثل ما قلنا، هي حتكون تأمن عدة حقيقة منافع للزبون، ومنهم على سبيل المثال بدنا نعطي فايدة 0% على 3 أشهر على المشتريات، بدنا نعطي كمان مايلز على كل المشتريات بنسبة هي من أعلى النسب على السوق اللبنانية، بدنا نعطي الباركينج مجانا وغيرها من الخدمات العامة. I just want to say that on behalf of MasterCard we are very very delighted to be able to celebrate the launch of this very very unique card, the ABC credit card, the ABC MasterCard. This is a truly unique card. It is in effect the first. It's a first in the Middle East of a co-brand card with a leading retail group that features the PayPass technology of MasterCard. Now, the way we understand the Lebanese customers, they're very sophisticated, they're very tech-savvy, and TikTok, or Tap and Go, is surely going to become mainstream here in Lebanon very, very soon. So I'm personally convinced, and we at MasterCard are convinced, and this is why we invested and shared in this investment together with Bank Audi and with ABC Group. And we're very delighted about that partnership.